التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. التقوى من الوقاية، فمن اتقى الله سبحانه وتعالى وقاه، ومن اتقى الله اتقى محارمه وحدوده، واتقى سخطه وغضبه، وذلك بتحصيل أمرين: بفعل الأوامر وترك النواهي. ولذلك أجمع ما قيل في تعريف التقوى أن يقال هي فعل فرائض الله وترك محارم الله، ومن فعل ذلك فقد اتقى الله، ومن فعل ذلك فقد وقاه الله، لأنه يأمن من غضب الله وسخط الله، وحينئذ يكون متقيا لربه وفي وقاية من ربه. والتقوى نور من الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلب عبده المؤمن. ولذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهي تبدأ من القلب الذي له سلطان على الجوارح، فإذا كان القلب معمورا بالخوف من الله والخشية من الله عصم العبد بتوفيق الله في قوله وعمله، فلا يقول إلا ما يرضي الله ولا يعمل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يكون من عباد الله المتقين. وهو معنى قول بعضهم: التقوى أن تقول لله وأن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. فمن رزقه الله عبادته على نور منه، ليست بالهوى ولا بالتشهي ولا بالحدث، ولكن بنور من الله. نور الله هو نور الوحي من الكتاب والسنة، أن يعبد الله بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي بما شرع، على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، وهما جناح السلامة، جناح السلامة للعبد في هذه الدنيا وفي الأخرى. جعلنا الله وإياكم من أهلها.